الاستاذ في الكليه وهو من الاقسام المهنيه ويراقب عمر الطلاب والطالبات للدخول الى المهنه. طبعا الكل بيعرف انه اليوم مش حاجه انك انت تعمل استاج راسا بعد ما تخلص، ممكن تعمل استاج بعد سنوات طويله من ما تخلص. الطلاب اليوم بعرفش ايش بيستعجلوا، كانه ما بنقدرش ناخذ التوأر او ما بنقدرش ناخذ شهاده التدريس بلا استاج. هذا غلط. استاج هذا الشيء اللي ممكن بعدين الطالب يعمله في مرحله متاخره. يعني انتم صحيح اليوم خلصتوا وصلتوا في نهايه الاستاج تاعته، بس لازم تعرفوا انه حتى لو تاخر استاج هذا ما لوش تاثير على البي اي دي او على تعلات القران اللي بتاخذوها. فمع كل هذا احنا بالنسبه لنا ككليه بنشجع انه الطالب قديش ممكن يحصل على استاج ويقدر يخلص حاله، بس بنفس الوقت مش بكل ثمن. اليوم بتشوف الطلاب بتفوتوا، اليوم الطلاب عمالين بيركضوا اي شكل من الاشكال، بده يروحوا يعملوا استاج هون او هناك، لا اجار بلا اجار، هذا كلياته غلط. جميع الحضور إخوة الطلاب والطالبات، أهلا وسهلا فيكم جميعا. في البداية نرحب بالدكتور علي رئيس قسم ستاج في وزارة المعارف، نقول له أهلا وسهلا فيك في كلية سخنين. مش واحد بدي أقول لك الدكتور علي اللي عمله غيره في 30 سنة، أنت عملته في سنتين. فكل احترام وتقدير لك. واليوم احنا عندنا مفتش اللي فعلا نعتز فيه بعد سنين طويله. اليوم هذا المجال او هذا القسم قسم ستاج اصبح يعمل بمهنيه وبنجاحه بجداره استاذ علي والاشخاص الاخرين الموجودين في القسم. طبعا هو هذا الشيء كله لمصلحه الطلاب. باب مقابل راتب حسب القانون. السنة القادمة راح يكون نظام يختلف عن السنوات اللي كانت. راح يكون من قبل وزارة المعارف نداء خاص مع المستشار القضائي تاع وزارة المعارف لتشغيل استجاري في المدارس حسب قوانين وزارة المعارف فقط لا غير، بمراقبة المستشار القضائي ووزارة المعارف. فخلال شهر ثلاث أو أربعة راح يطلع النداء لجميع للوسط العربي للوسط اليهودي على أساس نمنع منعا باتا عمل استاد بدون راتب او بشراء استاد. اود ان اتطرق الى انجازات كليه تخنين ولم اطيل الحديث. هذه الكليه هي ليست مجرد كليه اخرى في جهاز التعليم العربي او في دوله اسرائيل. هذه الكليه كان لها تميزها الخاص في جهاز التربيه والتعليم على صعيد الدوله، وهذه الانجازات إن شاء الله خلال الفترة القريبة سنتحدث كثيرا عن إنجازات هذه الكلية في كل ما يتعلق بقضية إعداد المعلمين، قضية تميز المعلمين الخريجين في كلية سخنين، وقضية الطاقم المميز في إدارة هذه الكلية. وأخص بالذكر أخي وصديقي البروفيسور محمود خليل أبو محمد. هنالك عدة محاور سأتطرق إليها. أولا خلال الفترة القريبة وكما تطرق الدكتور علي سيكون هنالك تنظيم لكل ما يتعلق بقضية أطر الستاج، يعني في خلال شهر ثلاثة وأنا على تواصل مع المستشارة القضائية لوزارة التربية والتعليم سنقوم بنشر منشور يضبط كل ما يتعلق بقضية أطر الستاج المعروفة في الدولة وعلى صعيد الوسط العربي بالذات. هذا المنشور سنقوم بإصداره خلال شهر ثلاثة. ستكون هنالك جمعيات وكليات ستتقدم إلى هذه المناقصة أو المنشور، وسيكون هنالك عملية تنظيم لكل الجمعيات التي تعمل على إيجاد أطر لطلاب استاج. وهذه هي نقطة مركزية خاصة
بأن هنالك كانت الكثير من الشكاوى في كل ما يتعلق بقضية الأطر المرخصة والغير مرخصة وقضية رواتب المعلمين. هذه القضية سيتم إنهاءها خلال السنة القريبة، يعني في إطار السنة الدراسية اللي احنا نتحدث عنها 2016، ستقوم الوزارة بنشر كافة المعطيات عن العطر المعترف فيها للأستاذ. إذا كان هذا ما يخصك فأرجو أن يكون الأمر قد تم إيضاحه. كمان بالنسبة للسنوات القادمة كما تحدث الدكتور علي ودل، هنالك برنامج جديد وسنعمل في كلية سخنين على احترامه وعلى تطبيقه كاملا إن شاء الله. هنالك حضور كبير من بعض المدارس من مدراء ومعلمين مرافقين. كلمة مهمة بالنسبة لهذه المجموعة، أولا خليكم أهلا، نرحب بكم أجمل ترحيب، ونريد أن نوضح أن دوركم أساسي أيها المعلم المرافق، دورك أساسي في عملية تسهيل استيعاب المتخصص في التدريس. كل منا يعلم أن نجاح المعلم الجديد والمتخصص في التدريس يحتاج إلى مدرسة فيها بيئة تعليمية دائمة ومشجعة، فدور مدير المدرسة القائد التربوي والمعلم المرافق له والطاقم الإداري في المدرسة دورهم أساسي في تسهيل مدخل هذا المعلم الجديد وفي طرق باب هذا السلك المهم جدا بالنسبة لمجتمعنا. نحملكم مسؤولية، أولا تسهيل مدخلهم ما يسمى باللغة الأمريكية تابيتافيت، أن تعملوا على حسن استيعابهم وعلى حسن استقبالهم وعلى تسهيل الأمور لهم. نحن نتحدث عن تسهيل المهمة، لكن بالمقابل على المعلم الجديد وعلى المتخصص في التدريس الدور الأكبر أن يثبت نفسه. طبعاً حتى تنجح هذه العملية زي ما بيقولوا برقصة التانجو من اثنين، من جهة تلك المدرسة بإداريتها وحسن استقبالها، ولكن من الجهة الثانية هنالك المتخصص في التدريس عليه أن يكون جاهزا ومستعدا وحيويا ونشطا وأن يقدم إلى المدرسة ليقدم الأفضل. هذا ما هو مطلوب منه والمهنية، وهذا دورنا في كليات إعداد المعلمين أن نقوم بهذه المهمة. قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. كما مرة أخرى ندعو الدكتور علي ودن رئيس معهد بيت بيرل والمسؤول في قسم ستاج في وزارة الأفكار الانطواء الشفافية أو الخوف المتزايد، الحماية المتزايدة، الضغوطات والصراعات التي يعيشها الطالب. أيضا من المشاكل التي ممكن أن تنشأ هو القلق الاجتماعي. القلق الاجتماعي عرف في مجلد الاضطرابات النفسية على أنه الخوف المتزايد من المواقف الاجتماعية. المعلم للتأهيل قد يخاف من مواقف التأهيل للتعليم، من مواقف التعليم. لذلك هذا الخوف في مجلد الاضطرابات النفسية هو الخوف من الانتقاد، الخوف من الرفض الاجتماعي، والخوف من التفاعل في مواقف اجتماعية التي تتطلب التفاعل الاجتماعي والأداء الاجتماعي، هي مواقف للتفاعل والأداء الاجتماعي. هناك نوعان من القلق الاجتماعي حسب هذا المجلد. القلق الاجتماعي المحدد وهو الخوف على موقفين أو ثلاثة مواقف اجتماعية التي تتطلب التفاعل الاجتماعي، وهنالك النوع الآخر هو القلق الاجتماعي العام بمعنى الخوف على أغلبية المواقف الاجتماعية التي تتطلب التفاعل الاجتماعي مع الآخرين. في هذا البحث هو الدافعية للتعليم. الدافعية هو الاستثمار الزمني وفي الجهد في أي فعالية كانت، خاصة في الفعالية التعليمية الطالب بحاجة إلى استثمار. في السنوات الأخيرة وحسب أبحاث كما ترون في الشريحة أبحاث عديدة، هنالك أهمية لمسارات الدافعية في نجاح الطالب في الحياة التعليمية وخاصة في ضبط سلوكه والحصول على نتائج مشرفة في التعليم. لندخل ليس بالقليل وليس بالسهل، أود باسمي وباسم دكتورة سارة زيت بشتون مديرة قسم التخصص في التدريس أن
أنقل لكم بعض التعليمات الجديدة والتعليمات والتجديدات في قسم التخصص في التدريس في السنة القادمة والسنوات القادمة. الموضوع الأول هو موضوع العمل بنظام أو العمل ضمن التخصص في التدريس أو ستاج. معروف للجميع أن العمل بالتخصص بالتدريس يجب أن يكون في ضمن عمل داخل المدرسة في وقت الدوام ثلث وظيفة على الأقل في مع الإجرار الذي تناولناه في هذا البحث هو التقييم الذاتي. التقييم أو التصور الذاتي للطالب يعد جهاز منظم من التقييمات التي ينسبها الطالب لنفسه بحسب تجاربه الحياتية وبحسب ثقافته. طبعا يعد تقييم الإنسان نفسه لتجاربه وخاصة تجارب النجاح وتجارب الفشل.